كلا كلا للتسويق. أكثر من 6000 حالة طلاق حسب إحصائية رسمية يسجلها العراق، أي بمعدل 60 حالة طلاق في الساعة الواحدة، وبغداد العاصمة الأعلى نسبة، ما يعني هنالك ضعف العدد من الأطفال الذين هم ضحايا طلاق الأبوين. ووفق المادة 57 فإن حضانة الأطفال تذهب للأم، وبعد تهاون بعض الأمهات من منح فرصة المشاهدة للأب التي منحت وفق القانون، نظمت عدة تظاهرات يطالب بها الآباء بتعديل المادة لتحقيق العدل بين الأبوين في حق الحضانة. أنا صار ما يقارب 3 سنوات ما أشوف بناتي فقط بالمحكمة لمدة ساعتين كل 15 يوم، هاي إذا جابتهم طبعا. وحاولت يعني بكل الطرق أن أتفق وياهم على أن إحدى هن 3 بنات عندي، إحدى وحدة بالشهر يمي، فقط وحدة ما قبلوا الطرف الآخر. الطفل الصغير يم أمه والوسط يمي، زين ليش بالمشاهدة يصير طفل نفس الأم ونفس الأب يشاهد أخوه بالمحكمة؟ يضرت نفسية أستاذ، يضرت نفسيته، انحرم من عنده. شنو طفل آني أخوة 2 فد أم وفد أب يتشوفون بمحكمة بمشاهدة بوقت معين؟ يا مجلس النواب كاف تسويف، يا مجلس النواب الإسراع بتعديل المادة 57 لأن الكل متضرر. أنا عندي حفيدتي صار 7 سنوات ما شايفتها، وسبب جدها توفى بمرض السرطان تحصل لأن على شافتها، والأم تزوجت والبنية عمرها 12 سنة عايشة يم زوج الأم، يعني يصير يعني بالقانون بالشرع بالإسلام يصير هذا الشيء؟ بنية محرومة من بيت أهل أبوها، أبوها ما يشوفها 7 سنوات متزوجة، طليقتها متزوجة وعايشة يم زوج أمها، لا يخلوا يشوفها، لا يخلوا يطلعوا وياها، حتى مكالمة بالموبايل ما يخلوها، مانعين منها الطفلة. بعض المشكلات العائلية التي أدت إلى الطلاق كانت نتيجة تدخل الأهل في حياة الزوجين رغم رغبة كليهما بالاستمرار، كما يقول أحد ضحايا تلك المشكلات. وكان الأطفال ضحية تلك التدخلات، وربما تصل إلى المساومات المادية بمصيرهم. عندي أطفال 2، يا بطول أطفالي أنا ولي أمورهم، أنا أبوهم، ماكو ممنوع. شنو المقابل؟ المقابل 25 مليون على كل طفل، ومنو طليقتي تخابرني وتراسلني تقول لي يابا أنا أريدك وأنا أريد أرجع لك، خالهم اللي هو أخو طليقتي 25 مليون على كل طفل، 50 مليون تبيع بيتك جيب لي 50 مليون تعال أخذ أطفالك. التعديل يعني احنا هسه هو كشرع بالنسبة لي كمذهب جعفري يقول 2، احنا ما نطالب 2، نقول احنا 7 سنوات عند الام الاولى الى 7 سنوات الثانية عند الاب، بعد ال 14 سنة يقدر يخير الطفل، تريد امك تريد ابوك عادي. توقعي وصلت الدرجة بانه طليقتي تقول لي اتمنى ادعم صلاتي اتمنى اخوي يموت حتى نرجع نلم الاسرة. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.